يختتم مهرجان الشيخ زايد اليوم أنشطته في الوثبة في أبو ظبي التي انطلقت في 18 من نوفمبر 2021 واستمرت حتى 1 إبريل الجاري، حيث احتفل المهرجان بالقيم النبيلة الأصيلة للمجتمع الإماراتي ونقلها بفخر لأجيال المستقبل وجميع دول العالم. كما سلط المهرجان الضوء على دور المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان الانهيان طيب الله ثراه في بناء الإنسان والمجتمع ورؤيته الثاقبة في بناء مستقبل مشرق لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما قدم المهرجان لزواره تجربة مميزة في أحياء شعبية من دول وحضارات عالمية تبرز جوانب مختلفة من الثقافات في العالم.